استنفار صحي واجتماعي بعد وفاة امرأتين أثناء الولادة بمستشفى الشرقاط، دعوات لتحقيق يمنع التأويلات ويضمن الحقوق. نعلن من محافظة سليمانية إغلاق كافة المخيمات. الهجرة تعلن عودة نازحي أشتي إلى مناطقهم الأصلية جنوبي صلاح الدين، وجهود مضاعفة لتحسين الخدمات في جوازرات النهرين بقضاء الضلوعية. أول جلسة مفتوحة لمجلس كركوك منذ 15 عاماً، والأعرج في أربيل لتوحيد رؤى التوغل التركي. تحذيرات من انضمام العمالة غير الشرعية لعصابات الجريمة في العراق، وإزالة نصب الملك كوديا يثير استياء السكان في الناصرية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من الشرقاط، أهلا بكم. حيث أثارت وفاة امرأتين اثنين أثناء الولادة في مستشفى قضاء الشرقاط علامات استفهام حول تشابه الأعراض خلال عملية التخدير النصفي والعام، ما يدفع إلى مراجعة بعض العلاجات لمعرفة الأسباب، حيث بيّن الأطباء في مستشفى الشرقاط اتخاذهم جميع الخطوات بشكل مهني إلا أنها لم تكن كافية لإسعافهن من الوفاة، وما يزال الغموض يحيط الإجراءات لمعرفة الأسباب، خاصة وأن المرأتين سليمتين الأمراض المزمنة وكانتا بصحة جيدة. حالتين جن حالات طارئة من صالة الولادة، استقبلناهم، قررنا عليهم تخدير نصفي، انطينا الأولى تخدير نصفي، اشتغلت الطبيبة، قررنا نحولها تخدير عام لأن صارت عندها حركات لا إرادية لها، احنا نسميها شمرة، من ضمن مضاعفات التخدير النصفي هذا يصير بأغلب المرضى. حولناها تخدير عام، صحت المريضة، حولناها على فاقة، انتكست النوب نفس الحالة، رجعت نفس الحالة الشمرة الأولية، ظلت تحت رعايتنا، وقدمنا اللي نقدر عليه، استشارنا الطبيبة الباطنية، حضر، صار القرار إحالتها. قبل إحالتها دخلت مريضة ثانية حالة طارئة، طيناها نفس الحالة تخدير نصفي، نفس الأعراض صارت، نفس المشكلة، فقررنا إحالتهم اثنينهم. وين حلتهم؟ تكريت، مستشفى تكريت تعليمي. بالطريق توفوا ولا بالمستشفى؟ بالمستشفى، واحدة بالطريق. هل هناك يشكون من أمراض جانبية أو أمراض مزمنة؟ هم حالات طارئة، على قد ما أخذنا منهم التاريخ المرضي مالهم ما يشكون من أمراض مزمنة مسبقة. كانت الحالة في ليلة الثلاثاء عملية طارئة قيصرية جتنا، فالدكتور موجود بحضور دكتور نومان، والدكتورة جمانة المقيمة القدمة مع التخدير، فارتاع دكتور نومان على انه ينطيها سباينال بسبب انها يعني صدرها ملتهب وما تقدر ما تحمل يعني التخدير النصفي، امن لها من التخدير العام، فانطاها دكتور نومان سباينال انستيزيا. من انطاها سباينال انستيزيا كانت يعني بسبب انها يعني ببدايه صار عندها يعني نجح السباينال انستيزيا واوكي، ومن نجح بنص العمليه بدات عندها يعني اختلاجات، شلون مريض الصرع، بعد ان صار عندها اختلاجات ارتع دكتور نومان على انه تحول تخدير عام حتى يعني تكون امن لها، طانها تخدير، انطاها الدكتور تخدير عام وصحه المريضه وسولفت ويانا، يعني كنا ننتظرها حتى تصحى، ويعني بحيث صحي كأنه ما هي مثل ما طبت، ونطلعها عود على الريكفري على وحده الافاقه. من صحات سولفنا وياها، سألت عن بنتها المريضه، بنت لو ولد، قالوا لها جتك بنت، من قالوا جتك بنت وكذا، فبدت عندها اختلاجات، حسنا الوضع مو طبيعي، ما طلعناها على الريكفري، قامت تنتكس الحاله مالتها، فرجعوها الدكتور نومان بحضوره، رجعوها يعني تخدير، يعني رجعوا حاولوا يعالجون الحاله مالتها بكل الطرق وكل الوسائل، ولكن للاسف انتكست حالتها. أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فاق جابرو أن محافظة السليمانية خالية من مخيمات النزوح بعد إغلاق مخيم أشتي،
وأكدت عودة آخر وجبة كانت تسكن فيه إلى مناطق سكنها الأصلية في محافظتي صلاح الدين ونينوى أو اختارت الاستقرار في السليمانية، وذلك ضمن خطة الوزارة في إعادة الأسر النازحة طوعا إلى مناطقها الأصلية. وبيّنت أن تعزيز السلم المجتمعي العراقي المزدهر والمستقر والآمن للأسر العراقية بعيدا عن مخيمات النزوح يشكل أولوية لدى الحكومة العراقية، وبانتظار غلق باقي المخيمات في أربيل ودهوك قبل نهاية تموز الجاري. اليوم نعلن من محافظة سليمانية إغلاق كافة المخيمات بتوجيه دولة رئيس الوزراء، وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإنهاء ملف النزوح. فبالتالي كانت حقيقة مدينة سليمانية بتعاونها بإدارتها المحلية بالجي سي سي، نوابها، سياسيها، الأجهزة الأمنية، الأخوة في الأسايش، الجميع حقيقة كان متعاون مع وزارة الهجرة لغلق كافة المخيمات وبشكل نهائي. لكن حقيقة لا ننكر أنه ما زال هناك نازحين في سليمانية. الأعداد اللي عادت إلى منطقتها الأصلية تقريبا بالألف وثمانمائة عائلة من أصل 2500 عائلة كانت تسكن المخيمات. الآخرين حقيقة اختاروا الاستقرار في هذه المحافظة. ما يزال ما يقارب 22 ألف عائلة موجودة لحد اللحظة نازحة لكن لا تسكن المخيمات، موجودة في محافظة سليمانية. راح نعمل في الأيام القادمة أيضا مع حكومة المحلية لوضع برنامج خاص لاختيارهم هم بنفسهم إن كانوا يرغبون بالاستقرار أو العودة إلى منطقتهم الأصلية، عدا نازحي جرف الصخر هم غير مشمولين بالاستقرار، لأن احنا نعمل مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية. المتبقي من المخيمات في إقليم كردستان حقيقة هي في دهوك وأربيل. رئيس الوزراء شكل لجنة مشتركة ما بين الوزارة ووزارة الداخلية في إقليم كردستان والجهات المعنية. تم الاتفاق أمس من خلال دائرة الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين والجي سي سي في داخلية إقليم كردستان لوضع آلية سوف يتم العمل فيها في الأيام القادمة بما يخص مخيمات دهوك وأربيل. احنا ما زلنا نعمل مع الجهات ذات العلاقة لغلق هذا الملف بشكل كامل ونهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم نزف بشرى غلق مخيم آجتي للنازحين. الحمد لله وحسب البرنامج الحكومي 24007 القاضي بإغلاق ملف النزوح بالعراق وإعلان عراق خالي من المخيمات. أشكر وزارة الهجرة والمهجرين متمثلة بالسيدة الوزيرة معالي الأستاذة إيفان فائق جابرو على كل دعم قدمته للنازحين. طبعا الحقيقة اليوم الحمد لله نشهد عودة طوعية إلى محافظتنا وبالأخص جنوب محافظة صلاح الدين. الحمد لله نحن الحمد لله باستقبال النازحين، وكان مع اتصال مع الأستاذ محافظ صلاح الدين حول إعداد خطة للبنى التحتية في جنوب المحافظة تشمل الماء والكهرباء والطرق وتأهيل المدارس لاستقبال أعداد طبعا كبيرة من الطلبة من الأول الابتدائي للسادس الإعدادي. ونحن مستمرين إن شاء الله باتصالنا بالحكومة المحلية ونرحب بإخوتنا النازحين. والحمد لله تشهد مناطق محافظة صلاح الدين استقرار أمني والحمد لله إن شاء الله الخير قادم. شكرا جزيلا لحكومة إقليم كردستان، وهذا دل على شيء، دل على الأخوة العربية الكردية ودل على عراق واحد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. شكرا جزيلا.
وفي ذات الملف يشهد مكتب الهجرة في محافظة دهوك بإقليم كردستان اكتظاظا بالنازحين الذين ينتظرون استكمال الأوراق اللازمة قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في نهاية تموز لإغلاق المخيمات. ويقول المتحدث باسم الوزارة علي عباس إن هناك طلبا كبيرا على فروع المديرية وخاصة في دهوك، ما استوجب تعزيز الفرع بثلاثين موظفا لتسريع إجراءات العودة مع وجود 6000 نازح يستعدون لترك المخيم. ويشار إلى أن الحكومة تقدم 4 ملايين دينار وأجهزة منزلية أساسية للأسر التي قررت العودة الطوعية إلى مناطقها، بينما تواصل تأمين ظروف العيش الآمن بمناطق سكناهم الأصلية. وفي الخدمات الطارئة والمهمة، تستنفر الحكومة المحلية بالدجيل طاقاتها من أجل إنجاح زيارة عاشوراء، حيث تضاعف الدوائر جهودها لمساندة المواكب الحسينية ودعم المعزين الوافدين وتقديم كل ما يحتاجونها. المزيد مع فاضل الأنصاري. بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، بذلت الحكومة المحلية بقضاء الدجيل والدوائر الساندة لها جهودا استثنائية لتوفير مناخا مناسبا للجموع المعزية وأصحاب المواكب، وذلك من أجل نجاح مناسك هذه الشعيرة الدينية المهمة. حقيقة بدأ شهر محرم الحرام، وبدأت العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، وهناك جهد خدمي حقيقة لكل تخص خدمة المواكب الحسينية وخدمة هذه الشعيرة في كل سنة، اللي هي من القوات الأمنية، حقيقة دورها كبير جدا ودورها مشكور، إضافة إلى الدوائر الخدمية اللي هي المجاري والماء والبلدية، تقوم بأعمالها وجهد خدمي واضح لدى القضاء ولدى المواكب الحسينية، باعتبار هذه العشرة الأولى حقيقة هي كل سنة تحيا من قبل أهالي الدجيل وأحياء متميز. تزامنا مع قدوم شهر محرم الحرام، استنفرت بلدية الدجيل جهودها في تقديم كافة الخدمات، حيث تم وضع خطة خلال هذه المناسبة والتي تضمنت من ضمنها توزيع أكياس نفايات على كافة المواكب وفي الشارع، وتضمنت العمل بثلاث شفتات صباحا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، ومن 4 العصرا إلى 7:30 مساء قبل بداية المواكب، وبعد منتصف الليل أثناء خروج المواكب وانتهائها لغاية الساعة 5 فجرا، والآليات الثقيلة كذلك لرفع النفايات والأنقاض في أنحاء الدجيل، حيث تم رفع كميات كبيرة من النفايات المتراكمة من المواكب الخدمية، وهذه الخطة تستمر طيلة الأيام العشر الأولى من شهر محرم الحرام. فيما وفرت المؤسسات الصحية فرقا طبية متنقلة في المناطق المزدحمة لتقديم الإسعافات الأولية للمحتاجين، كما تم استنفار المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال أي حالة طارئة. قامت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الدجيل بحملات توعوية وزيارة إلى المواكب الحسينية بمناسبة هذا الشهر الفضيل، عاده الله علينا وعليكم بالخير، حيث قامت شعبة الرقابة الصحية بتوزيع مادة الكلور على المواكب الحسينية، وكذلك توزيع البوسترات لتوعية المواطنين على الالتزام بالنظافة المياه والأطعمة المقدمة للزوار، وتعرفون شهر والأجواء حارة، فممكن يتعرضون وخاصة المياه تكون نظيفة لمرض الكلور وغيره، فشعبتنا متابعة لكل المواكب الموجودة وعلى مدار هذه العشرة أيام منذ بداية شهر محرم الحرام. استنفار حكومي مميز لنجاح الطقوس الخاصة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في شهر محرم الحرام. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء دجيل. ونبقى بالجانب الخدمي ومن تكريت إلى قضاء الضلوعية، حيث تتشابه الكثير من الخدمات ومشاريعها. فقد رحب الأهالي بمنطقة جويزرات التابعة لناحية النهرين في قضاء الضلوعية بحملة الإعمار والخدمات التي يتابع تنفيذها عضو مجلس المحافظة أمجد طلمس بالتنسيق مع الدوائر المختصة لتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية. وأكد مدير الناحية أن الحملة مستمرة لتشمل تنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطط مجلس المحافظة القاضية بتأهيل النواحي والأقضية بعموم صلاح الدين. هناك
هناك مشاريع حملة تبليط في منطقة جويزرات وسنجار ومشعيفة، وبعدها إن شاء الله ستكون هناك حملة تبليط في هذه الصوب الثاني في منطقة الحردانية وحوران والبساير والجمعية الفراجية، وإن شاء الله المشاريع مستمرة بعون الله. إن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك المباشرة في العمل من أطراف قضاء الضلوعية إلى أطراف ناحية المعتصم بواقع سايدين. من خلال قناتكم الموقرة أقدم شكري وتقديري العالي لمجلس محافظة صلاح الدين وللسيد محافظ صلاح الدين على المتابعة المستمرة لناحية النهرين. نشكركم ونشكر الإدارة المحلية ونشكر محافظة صلاح الدين عامة بكل كوادرها من محافظها إلى أعضائها مع أعضاء مجلس المحافظة ورئيس المجلس بهذه المبادرة. بادرونا بتبليط القاطع، يعني موجود مشاريع تبليط ومشاريع ماي وخطة للكهرباء تبديلها على أساس يبدلونا إياها، ولو الكهرباء هي من الأب يعني جاي بيها نقص وشبكات متهالكة من السبعينات لليوم. هسه إن شاء الله بدأ الحكومة المحلية والأستاذ رافد يعني ما قصر، الرجل داير يركض ليل ونهار، إسالات ماي، طب كهرباء يروح عليها، يعني الأمور ماشينها لما تجينا مشاريع أخرى إن شاء الله المشاريع بالطريق جاي علينا. نشكر الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بالجهود المباركة من قبل محافظ بدر الفحل بتقديم الجهود المباركة، ونشكر الأستاذ أمجد طلمس رئيس لجنة الإزاهة ومدير ناحية الأستاذ رافد عبد العزيز علوان ومجموعة شركة البول لمشروع التباليط على الجهود المباركة رغم درجات الحرارة. نشكر الكوادر اللي ساهمت لنا بالتبليط وبالعمل ونشكرهم، ونشكر أستاذ أمجد ونشكر مدير ناحية حج رافد، ونشكر كل واحد سعى يعني مسعى خير ده يسعى للمنطقة ويسعى احنا نشكرهم يعني. هذا المنطقة منطقة جوازرات غرية البسور. جدد أهالي منطقة 6000 بالديون بقضاء تكريت مناشداتهم للمحافظ والجهات المعنية بإيصال الماء، حيث بيّنوا أن شح المياه أزمة متلازمة مع قدوم موسم الصيف منذ سنوات طويلة دون حلول تنهي معاناتهم، مطالبين الحكومة ضخ الماء من الإسالة وإنشاء محطة جديدة تخفف من تكرار الأزمة وتضرر سكان المنطقة. والله العظيم صار تقريبا 4 سنين إلى 5 سنين احنا كل صيف معانا، يعني كل صيف معانا حيل دمار مشكلة الماء. اريد حل ناشد السيد المحافظ شخصيا، يعني سيد المحافظ الحجي بدر ارحم والديك، تنقذنا تنقذ هاي المناطق. والله العظيم اكو مناطق ارضها وبيوتها للبيع، فالناشد احنا الناس بدك تسوي لنا حل مشكلة الماء. هاي صار 4 سنين 5 سنين احنا نشتري تناكر، يقول الخلل نخابره ابو المشروع يقول الخلل بالكهرباء، يقول كهرباء ما جاي يدخل كهرباء انا حتى شغل ماء. هذا استاذ عندنا ثاني شيء، عندنا مشروع الماء، مشروع الماء المقاول حدد القطعه مال الارض من حددها صار تقريبا سنتين احنا سمعنا بهذا الموضوع، حدد القطعه جاء المقاول محددها وهذا باقي المشروع. ليش انت يعني نريد من سياده السيد المحافظ يعني شوف ان هذا المشروع ليش توقف؟ هو المشروع الخاص للديون من المنطقه كلها، شغله عامه يعني مو بس لي ولا هذا. فالناس سيد المحافظ تلقينا حل لهاي المشكله، يعني والله العظيم مدمرين هذا الصيف، يعني عندنا اطفال وعندنا كبار السن وعندنا موظفين وعندنا عمال وعندنا يعني حيل مدمرين والله. نناشد السيد المحافظ والساده المسؤولين بسبب انقطاع الماء على منطقه 6000، عانينا منذ سنوات ونناشد لكن لا حياة لمن تنادي. الحل لحد الان نشتري تناكر وانقطاع الماء وانقطاع الكهرباء وعرضنا بيوتنا للبيع بهذا السبب، ما حد يسمعنا. الغاز وين دا يروحون به؟ دا يقولون كهرباء ماكو زين، المولد وين دا يروحون به؟ الغاز وين دا يروحون به؟ نطالب السيد المحافظ والسادة المسؤولين نصب عداد على الغاز اللي موجود بالمشروع ويحاسبونهم. ليش من نشتكي يجينا الماء يومين 3 أيام فول؟ يعني شغله مقصوده، نشتري تناكر كلها تشتغل عماله، كلها ناس واقعه على الصفر. نطالب سيد المحافظ المحترم ان يزور المنطقه ويشوف الحال اللي بيها احنا نعاني من المي صار لنا سنتين، ونريد يشوف لنا حل، لو يشد لنا ماطور
ببدايه ال 6000 على مود يضخ المي لنا، لان احنا الماطور هذا اذا شدونا المضخه راح نرتاح الـ يعني حيل راح نرتاح من عنده. والماطورات البوار اللي اسسوها اللي شدونا اياها كلها ابو الاربعه، يعني اذا شغل 10 ماطورات راح المي من عندنا ونظل احنا نعاني من ورا المي. كم بيت هنا بالمنطقه؟ تقريبا بال 300 بيت موجودين. كلش قد يجيكم مي؟ والله نوبات يصادف 10 ايام ما يجينا مي، نوبات 7 ايام، نوبات اكو ناس صار له شهر ما يجيهم مي. راجعتوا؟ راجعنا وحكينا وما يفيد. ابد ما يفيد، نريد نشوف لنا حل من جماعه المشروع بكي يضخون لنا المي. ان نخابرهم يقولون كهرباء ما عندنا، لو غاز ما عندنا، لو مشغلين ما موجودين. وفي التفاهمات السياسية الصعبة، عقد مجلس محافظة كركوك جلسته الأولى برئاسة كبير السن ركان الجبوري بانتظار تفاهمات القوى السياسية على خارطة توزيع المناصب داخل أروقة القرار في بغداد. وشكر الجبوري رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية وأعضاء المجلس على عقد الجلسة ملمحا للقاءات أخرى لتشكيل الحكومة المحلية، يشار إلى أنها المرة الأولى التي يتشكل فيها مجلس لمحافظة كركوك منذ أكثر من 15 عاما لعدم خضوعها لانتخابات مجالس المحافظات لطبيعة التخندق السياسي والقومي فيها. أولا احنا شكرا لكل المساهمين، دولة رئيس الوزراء كان له الدور الكبير، ممثلي كركوك في ائتلاف إدارة كركوك أيضا دورهم الكبير، رؤساء الأحزاب، قادة الكتل، أعضاء البرلمان، أعضاء مجلس المحافظة، كل الذين ساهموا في الحصول على هذا التوافق. وجلسة كانت بكامل نصابها، بنفس الوقت تم رفع الجلسة لحين حصول على التوافق لتشكيل إدارة كركوك. هذا بعد دعوة دولة رئيس الوزراء لعقد جلسة في مجلس محافظة كركوك بعد الانسداد السياسي اللي دام لأكثر من 7 أشهر. أعتقد اليوم الكتل السياسية عازمة على عقد الجلسة وإطفاء الشرعية لأعضاء المجلس ليمارس المجلس مهامه في تقديم الخدمة للمواطنين. هناك بعض الإشكاليات والجدريات البسيطة بين الاتحاد الوطني والكتلة العربية، إن شاء الله سيتم مرحلة هذه المثلى الدقائق القليلة القادمة. يعني إن شاء الله اليوم على عقد الجلسة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. صار مكتمل، ولكن لا نريد أن نعقد الجلسة والمضي بدون جهة الاتحاد الوطني الكردستاني. أكيد أكو وجهة نظر مختلفة خلال هذه الفترة، وراح توصل شخصيات معينة لحضور الجلسة. فنأمل أنه الكتل إذا كانت عازمة على عقد هذه الجلسة خدمة لأهل كركوك أن تأتي إلى هذه القاعة. أكيد كل مكون له وجهة نظر مختلفة، وإن شاء الله نأمل أنه نقرب وجهات النظر وندخل كلنا كمكون واحد، لأن اليوم هي جلسة تاريخية راح تكتب في تاريخ كركوك. طبعا الجلسة إن شاء الله تنعقد، أكو خلاف بسيط بين الكتل السياسية، نعمل على إزالة هذا الخلاف ونحل هذا الموضوع إن شاء الله تنعقد الجلسة. وبس أريد اللي أقوله، شوفوا القاعة شلون مزدحمة، إن المواطنين بكركوك يريدون الجلسة، المواطنين بكركوك يريدون حكومة محلية يمثل الكل، يريدون يشوفون التركماني والعربي والكردي بإدارة المحافظة، وهذا الازدحام الموجود بالقاعة خير دليل على هذا. لهذا على الأعضاء الكل الكتل السياسية يقدمون تنازلات مهما كان الخلاف، لازم نتجاوزها على مود هذا المواطنين اللي جايين هنا ينتظرون الجلسة. هذا الجلسة يعرفون وراها أكو خدمات، وراها أكو تعيينات، هناك مواطنين ينتظرون تعيينات، وهناك مواطنين ينتظرون خدمات، لازم نكون قدر المسؤولية ونغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. تأخر انعقاد الجلسة هل يؤثر على المواطنين؟ حتماً
طبعا طبعا صار لنا 7 أشهر متاخرين، هناك 7000 درجه متوقفه في عقود المحافظه، 2500 درجه وظيفيه متوقفه في تربيه كركوك، هناك خدمات مشاريع، هناك موازنه 2024 متوقفه. كل هذا يضر المواطنين، المواطنين لو كان يعرف صوته يدخل الصندوق ويضره ما راح يشارك بالانتخابات. وفي هذا الجو رأى نائب محافظ كركوك علي حمادي أن جلسة الخميس لا تعني شيئا في حال لم تتمخض عن تسمية رئيس مجلس ونائبه واختيار محافظ ونائبيه ومستشاريه، واصفا إدارة كركوك بأنها مشلولة لا تستطيع تقديم الخدمات بالشكل الأمثل. وأضاف أن عدم تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة حرمها من قانون نقل الصلاحيات أسوة بباقي المحافظات التي بدأت بموازنة العام الحالية، بينما أغلب المشاريع في كركوك ونحو 7000 درجة وظيفية هي متوقفة على مصادقة مجلس المحافظة. وأعرب عن أمله من أعضاء مجلس في إجراء المزيد من الحوارات والنقاشات لتقريب وجهات النظر بهدف انتخاب إدارة جديدة للمحافظة، معتقدا أن المواطن يدفع ضريبة عدم وجود مجلس وإدارة جديدة. صراحة اليوم بعد 7 أشهر بين التفاهمات والنقاشات وعدم التفاهم، اليوم بتوجيه دولة رئيس الوزراء تم عقد الجلسة الأولى. اليوم صراحة لاحظنا من خلال التواصل مع أعضاء مجلس الفائزين بأن هناك رغبة في التواجد في هذه القاعة، لكن للأسف هذه الجلسة ستكون فقط متطلبات شكلية لإكمال الجلسة، أما لم يتم اختيار رئيس ونائب رئيس للمجلس، وكذلك لم يفتح باب التصويت لمنصب المحافظ. نأمل من أعضاء مجلس الجدد المزيد من الحوارات والنقاش من أجل تقريب وجهات النظر وانتخاب إدارة جديدة ومجلس محافظة يتمتع بكافة الصلاحيات واللجان القطاعية التي تمكنها من متابعة عمل الدوائر. للأسف يعني المواطن هو من يدفع ضريبة عدم وجود مجلس وإدارة جديدة. الكل يعرف أنه أغلب المحافظات بدأت بموازنة 24، لدينا خطة طموحة خلال هذه السنة، لكن للأسف أغلب المشاريع في هذه الخطة متوقفة على مصادقة المجلس. كذلك لدينا في محافظة كركوك ما يقارب 7000 درجة وظيفية، هذه الدرجات أيضا متوقفة بسبب عدم مصادقة المجلس. إلى ذلك أكد الأمين العام لحزب الهدف الوطني إسماعيل الحديدي وجود تفاهمات بين المكونات السياسية في محافظة كركوك بشأن تدوير منصب المحافظ، مبينا أن الاختلاف ما يزال في الجزئيات مع احتمالية حدوث مفاجآت، وأشار إلى عدم الاتفاق على المناصب ما تسبب بتأجيل انتخاب رئيس المجلس، موضحا أن الدفع بأن تكون جلسة كركوك مفتوحة هو من أجل إتمام الحوارات مستقبلا بين الأطراف. وأوضح الأمين العام لحزب الهدف أن هناك نوعين من التفاهمات، الأول مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والنوع الثاني بين الديمقراطي والعرب والتركمان على التدوير الثلاثي. هناك توجه يعني وإرادة لعقد هذه الجلسة لأكبر سن، والجلسة لن تكون طويلة، فقط جلسة بروتوكولية فقط لا أكثر، لا فيها لا مناصب ولا فيها أي شيء حوار ولا فيها جدول أعمال، فقط جلسة للبدء، الإذان بالبدء بعقد جلسات مجلس المحافظة. لكن ربما هناك يعني بعض الإشكال، الجلسة تكون مفتوحة أو مقلقة، لحد الآن لم يتفق على هذا الأمر. نحن بانتظار يعني تبدأ الجلسة بأكبر السن، هو السيد محافظ كركوك سيتولى هذا الأمر وهذا القضية، وبانتظار هي شكلية وبروتوكولية، لن يكون فيها أي حوار أو أي نقاش آخر، إلا لا أعتقد يعني أكثر من هذا. ربما تكون هناك مفاجآت لا نعلم، أتوقع أن تكون هناك مفاجأة لكن لن تحصل، هي فقط جلسة الاتفاق على عقد الجلسة، وهي بالتالي تكون وسيلة الضغط للقوى للاتفاق مستقبلا.
وفي التفاهمات المؤجلة طلبت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك ديلان غفور الحزب الديمقراطية الكردستانية الموافقة على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب محافظ كركوك، واعترفت بعدم التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن المنصب. فيما قال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي كمال محمد أن المرشح لمنصب محافظ كركوك يجب أن يكون من أبناء هذه المحافظة وأن يكون مقبولا من جميع الأطراف. وحسب مصادر مطلعة على حوارات الحدائق الخلفية، فإن عدم الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي يحيل منصب المحافظ إلى التوافق العربي التركماني ليكون بيضة القبان التي تقر ولادتها تفاهمات بغداد المركزية. ولأن الاستقرار السياسي طاولة حوار بمشتركات مختلفة، بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج في أربيل مخرجات اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني، وخاصة المتعلق منه بالتوغل التركي السوداني. ومن خلال إفاده الأعرجي يهدف إلى توحيد الرؤى بين الحكومة الاتحادية والإقليم والعمل معا لمنع استفحال الخطر بحكم امتداد علاقتهما مع تركيا، وأيضا حرصهما المشترك على منع المضاربة باستقرار العراق. ويتفق الجانبان على ضرورة مراعاة مبادئ حسن الجوار والتعامل دبلوماسيا مع الحكومة العراقية والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني، خاصة وأن بغداد اعتبرت حزب العمال تنظيما خارجا عن القانون، وبالتالي يجب توحيد الجهود لإنهاء الأزمة بعيدا عن التدخل العسكري وتهجير سكان المدن والقرى الحدودية. وفي ملف آخر، أعلنت حكومة إقليم كردستان موافقة الاتحادية على صرف رواتب القوات الأمنية والعسكرية للإقليم لشهري أيار وحزيران الماضيين. بيان المتحدث باسم حكومة الإقليم ذكر أنه بعد اتصال بين رئيس حكومة كردستان مسرور برزاني مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد الشيع السوداني، تقرر صرف رواتب شهري أيار وحزيران للقوات الأمنية في الإقليم. وخلال الأشهر الماضية تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل المرتبات الشهرية للموظفين في كردستان باستثناء رواتب العسكريين، فيما ينفي مسؤولون وجود أي مشاكل سياسية أو قانونية وراء ذلك، وأن الأمر يعود إلى مسائل فنية وتدقيق قوائم عناصر قوات البشمركة وقوى الأمن الداخلي. وفي ملف اقتصادي وأمني، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي على الاستمرار بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، وذلك لأنها أصبحت ضاغطة على البلاد بشكل كبير وتسببت بمشاكل اقتصادية وأمنية، لافتا إلى أن بعض العمال الأجانب أصبحوا يعملون في العصابات الإجرامية. الأسدي وخلال استقباله السفير الباكستاني لدى العراق محمد ريشان أحمد قال إن العمالة الباكستانية موجودة بكثافة في العراق، لكن معظمها غير قانونية، وأن هناك من يدخل إلى البلاد مع الزوار أثناء الزيارة الأربعينية، وآخرين يدخلون بطرق غير شرعية من باكستان مرورا بإيران إلى العراق. وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارا لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية غير القانونية، خصوصا الباكستانية والبنغلاديشية، وبعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاعها ستقوم الوزارة بتسفير العمالة غير الشرعية. أعلنت وزارة التربية خبرا سارا للراسبين في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، وذكر بيان للوزارة أن هيئة الرأي صوتت على السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي الحالي أداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا فيها. ويأتي قرار التربية لمراعاة أوضاع الأسر والطلبة والدفع باتجاه التكامل العلمي وتحسين أجواء التنافس في الموسم المقبل.
وفي الجهود الحكومية أنذرت وزارة الصحة أصحاب محل بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد تحت أشعة الشمس، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة. وأكدت أن عرض الأغذية والمياه المعدنية والعصائر وغيرها على الأرصفة تحت أشعة الشمس وبشكل غير صحيح يعرض صحة المواطنين للخطر وصلاحيتها للاستهلاك البشرية. وأشارت الوزارة إلى أن فرق الرقابة الصحية ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بعد أسبوعين من تأريخ هذا الإنذار بحملات رقابية صحية مكثفة واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين من أصحاب تلك المحلات. وعلى الضفة المقابلة، حدد الخبير الاقتصادي عثمان كريم الجهات المستفيدة من انتخابات برلمان إقليم كردستان التي ستجري في تشرين الأول من العام الحالي، موضحا أن أي حدث سياسي أو اجتماعي يساهم بالانتعاش الاقتصادي والانتخابات ستعود بفوائد كبيرة على وضع الأسواق في مدن الإقليم. وأضاف أن هناك مهن راكدة ستنتعش مثل الحدادين والمطابع وشركات الإعلانات والممثلين وحتى المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشاط أصحاب السيارات الكبيرة الذين يتم استخدامهم لنقل الجماهير الانتخابية في التجمعات والأنشطة. وأشار كريم إلى أن المال الذي يستخدم في الدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب والمرشحين يعطي زخما في الأسواق التي عانت سابقا من ركود كبير نتيجة عدم صرف الرواتب في موعدها. وفي قطاع حيوي مهم، عقدت نقابة الأطباء مؤتمرا طالبت فيه الحكومة فتح المجال أمام خريجيها لاستكمال الدراسات العليا وعدم تقليص القبولات ما يؤثر سلبا على الطبيب والمجتمع، بالإضافة إلى رفض تأخير تعيينات خريجي المجالات الطبية إلى 18 شهرا بعد التخرج، ما يعد مخالفة للقانون واحتياجات الواقع العراقي. إننا نجتمع لنوصل للمسؤولين وصناع القرار رسالة قديمة متجددة عن أمور عدة، أولها وأهمها أن السياسات التي تمارسها الجهات المعنية بتدريب الأطباء ومنحهم الشهادات العليا هي سياسة لا تتوافق مع الزمن الحاضر، وأن ليس من المنطق اعتبار الحصول على الشهادات العليا أمراً ثانوياً بالنسبة للطبيب، وأن هذا الاعتبار الخاطئ يكلف المجتمع ويكلف الدولة ويكلف الطبيب خسائر فادحة، وأن هناك العديد من الطرق التي ابتدعتها النظم التعليمية الحديثة لتجاوز هذا المأزق، وأن الاكتفاء بقبول الأطباء في الدراسات العليا وفق عدد ثابت أو يتزايد بشكل بطيء بالمقارنة مع عدد الخريجين الجدد سنويا هو أسلوب نبذته الدول لإدراكها أن تخريج طبيب دون منحه فرصة لإكمال الدراسة هو أقرب ما يكون إلى بناء مشروع وإيقاف تنفيذه في منتصف الطريق. نعلم أن الأساتذة والمشرفين يبذلون جهودا مضنية، وإننا نشكرهم على إدارة هذه العملية المعقدة، لكننا نعتقد أن السياسة المستقبلية والخطط لمنع هذه الأزمة كانت غائبة لسنوات طويلة، وأصبحنا الآن في وسط الأزمة ونحتاج الخطط لحلها بدل خطط منعها. عدد الذين تم قبولهم حاليا في الدراسات العليا يحتاج إلى النظر له على أنه مؤشر إحباط يحتاج أن يتغير عاجلا جدا، وأن تتاح فرص بديلة في حال كان المجلس العراقي والمجلس العربي غير قادرين على توسعة الاستيعاب للأعداد الحالية، علما أن هذه الأعداد من الخريجين توشك أن تتضاعف عدة مرات خلال 3 سنوات من الآن. آنياً لدينا ناجحين في الامتحانات التنافسية بعدد يفوق المقبولين، وجميعهم مستحق
وبعضهم من الأوائل في الكليات، ولا يمكن التفرج عليهم وهم يخسرون سنوات أعمارهم بهذا الشكل المأساوي. يمكن فتح مجال لإجازات دراسية خارج البلد كأحد الحلول البديلة إذا عجزت المؤسسات التعليمية المحلية عن استيعابهم. ولأن متغيرات الزمن العراقي فيها مفارقات تجمع السياسة بالهواجس خارج الدولة، استنكرت مفتشية أثار وتراث ذي قار عملية رفع تمثال الملك السومري كوديا الذي يوجد في مدينة الدواية شمالي محافظة ذي قار، وأعربت عن استياء شديد لتلك الهجمة التي تستهدف رموز الفكر والفن والثقافة. وفي مقدمتها تمثال كوديا داعية المسؤولين في المحافظة إلى محاسبة مرتكبي تلك الجريمة وحماية تماثيل ونصب المحافظة لكونها تعتبر من معالم الآثار وتاريخ البلاد. وكان مصدر محلي أفاد بأن السلطات المحلية في قضاء الدواية شمال شرق المحافظة رفعت تمثال الملك كوديا الشهير على مستوى العالم على اعتبار أنه صنم، فيما تناست أن الملك كوديا قد حكم المدينة قبل 4000 عام في العهد السومري ويعد من أوائل المصلحين الاجتماعيين. وفي نشرتنا بعد الفاصل، مكونات الإقليم تدعو لزيادة مقاعد الكوتا في الانتخابات التشريعية، وبالاتفاق مع بغداد سياحة كردستان تشدد الإجراءات بشأن الشركات غير المرخصة. والكرملين يقول إن البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلسي تقترب من حدود البلاد، ومقتل 23 شخصا بانهيار أرضي في إندونيسيا، والأمطار الغزيرة توقف عمليات البحث عن ناجين. وللتغلب على الحر الشديد حديقة حيوان براغ تستعين بأطنان من مكعبات الثلج. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. عد وزير الإقليم لشؤون المكونات أيضاً معروف تحديد 5 مقاعد المكونات في الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان قليلة من حيث العدد، مطالباً بإعادة مقاعد الكوتا كما كانت في السابق 11 مقعداً. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع بعض الممثلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات في إقليم كردستان. وبيّن أن تقسيم هذه المقاعد على أساس الجغرافيا خاطئ، وهذا التقسيم سياسي لا أكثر. جمارة كما كأداباش كردني أم بيسكو تيش بسر أساسي لسر أساسي الجغرافيا دا أمش داباش كردني كش هلا يوزيات لسر أساسي حزبي بوا. كشفت هيئة السياحة في حكومة إقليم كردستان عن التوصل إلى عدة اتفاقات مع هيئة السياحة الاتحادية بشأن الشركات غير المرخصة والوهمية. وأكدت رئيسة الهيئة أمل جلال في مؤتمر مشترك مع وفد من هيئة السياحة الاتحادية الذي يزور أربيل التوصل إلى اتفاق على اعتماد الشركات المرخصة في تفويج السياح والاعتماد على الدليل السياحي المجاز من هيئتي السياحة في بغداد وأربيل وفتح مكاتب ولجان تنسيقية مشتركة في كلا الجانبين والاعتماد على رابطة شركات السفر والسياحة واتخاذ عدة إجراءات منها إعداد هويات للشركات المجازة ونظام مراقبة البرامج. احنا اليوم تشرفنا بلقاء الأخوة في هيئة في إقليم كردستان وبالخصوص في هيئة سياحة الإقليم، وقاموا بالضيافة وإن شاء الله هم مو غريبين على هذا الموضوع، لكن احنا اليوم جينا على موضوع مهم جدا وحساس وحيوي
يتعرض للسائح العراق بصورة عامة، وهو من خلال الشركات الغير رسمية أو الشركات الوهمية اللي انتهجت نهج سيء في التعامل مع السواح في الإقليم. أكيد الإقليم قدم كل المساعدات وكل الآليات وكل الإمكانيات اللي يقدر يقدمها ويعمل بها، وإحنا مشكورين لهم هذا الموضوع، وبالخصوص هو حفظ كرامة السائح وحفظ هيبة أو سمعة السياحة في العراق بصورة عامة والإقليم بصورة خاصة. يوم أمس نحن كهيئة السياحة مع وفد الهيئة السياحة في بغداد وممثلين عن القطاع الخاص اجتمعنا وناقشنا مجموعة من التفاصيل اللي تمس وضع السواح الوافدين من المحافظات الوسطى والجنوب العراق إلى كردستان، وبالعكس لحل مجموعة من التحديات اللي تواجه السواح من قبل الشركات الوهمية الما موجودة في بغداد والمحافظات في محافظات الوسطى والجنوب. لهذا وصلنا إلى مجموعة من الإجراءات التي تجري ما بين كلا الجانبين من حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. قال الكرملين إنه يراقب اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف الشمال الأطلسي من حدود روسيا، وأن موسكو ستضطر للتدخل لكبح التحالف العسكري الغربي. ونقلت وكالة تاس عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن هدف الحلف هو إخضاع روسيا، فضلا عن أن أفعاله تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي الروسي. وذكرت الولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك أن واشنطن ستبدأ في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026 في مسعى لإظهار التزامها تجاه حلف الشمال الأطلسي وحماية الدول الأوروبية. We've already invested $30 billion in defense manufacturing to restart or expand production across 35 of our states. We're investing billions more. The result: stronger supply chain. أوقفت الأمطار الغزيرة عمليات البحث عن 30 شخصا يعتقد أنهم حوصروا تحت انهيار أرضي اجتاح منجم ذهب غير مصرح به في جزيرة سولاويس الإندونيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل. وكان أكثر من 100 قروي ينقبون عن حبات من الذهب في قرية بون بلانغو النائية والمرتفعة في مقاطعة غورتانالو عندما انزلقت أطنان من الطين أسفل التلال المحيطة ودفنت مخيماتهم المؤقتة. وقال هيريانتو رئيس مكتب البحث والإنقاذ في المقاطعة إن البحث توقف بسبب الأمطار الغزيرة، وأضاف أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من تحديد مكان المفقودين. وفي جمهورية تشيك قام حراس حديقة حيوان براغ بتقديم كميات كبيرة من الثلوج للحيوانات في مبادرة ملفتة بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، ووضع الثلج بشكل مدروس في جميع أنحاء الحديقة، مما أدى إلى تبريد بعض الأماكن التي يمكن للحيوانات أن تلجأ إليها للتخفيف من حرارة الجو. وتمكنت طيور البطريق والدببة القطبية والحيوانات الأخرى التي اعتادت على المناخ البارد من الاستفادة بشكل خاص من الأمكنة التي فيها مكعبات الثلج. وقال مسؤول حديقة الحيوانات إنه سيتم توزيع تلك المكعبات طوال فصل الصيف لمساعدة الحيوانات والحفاظ على البرودة. في الختام تذكير بأهم وأبرز العناوين. استنفار صحي واجتماعي بعد وفاة امرأتين أثناء الولادة بمستشفى الشرقاط، ودعوات لتحقيق يمنع التأويلات ويضمن الحقوق. نعلن من محافظة سليمانية إغلاق كافة المخيمات. الهجرة تعلن عودة نازحي أشتي إلى مناطقهم الأصلية جنوبي صلاح الدين، وجهود مضاعفة لتحسين الخدمات في جوازرات النهرين بقضاء الضلوعية.
أول جلسة مفتوحة لمجلس كركوك منذ 15 عاماً، والأعرج في أربيل لتوحيد رؤى التوغل التركي. تحذيرات من انضمام العمالة غير الشرعية لعصابات الجريمة في العراق، وإزالة نصب الملك كوديا يثير استياء السكان في الناصرية. إلى هنا نصل لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.